الفنان سامي المغاوري واكتساح لانتخابات المهنة التمثيلية بأكثر من 500 صوت بيضعوا عاتق كبير عليه في مهمته القادمة. بنبارك لك، وإيه أبرز الملفات اللي تشتغل الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله أهم حاجة إن إحنا هنكمل مشروع الإسكان ودار المسنين، ونشتغل شوية على تشغيل الأعضاء، ونحاول نحجم السوق شوية علشان إحنا عندنا أعضاء كتير وموهوبين وناس كويسة جدا ومن حقهم إنهم يشتغلوا. يعني أعتقد إن دي هتبقى القضية الأساسية بالنسبة لنا. يعني سألتك إيه الأعضاء الجدد اللي دخلوا عليكم في المجلس؟ يعني أقول لهم أهلا وسهلا بكم، وهارد لك للناس اللي خرجت، عملوا مجهود كويس جدا. أي إنجاز النقابة موجودة فيه، كل واحد كان عضو مجلس شارك في هذا الإنجاز. الأعضاء الجديدة بقول لهم المسؤولية كبيرة، وربنا يقدركم ويقدرنا، وان احنا نكمل اللي بيتمناه الاعضاء ان شاء الله. تقول ايه اخيرا للفنان اشرف زكي اللي فاز بمقعد النقيب بتزكيه؟ اقول له مبروك ليك، وانت ده حقك الحقيقي وده مكانتك الحقيقيه، انت لا تبخل عن اي بني ادم بالمساعده، فربنا حقق يعني ويعني تمم جهدك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليك.